السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة صحفية جديدة مع صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما كتب في الصحف المحلية والعربية والدولية. نبدأ مشاهدينا الكرام من مقال للكاتب عبد الرزاق محمد دليمي في موقع صوت العراق بعنوان تعاون واشنطن وطهران في احتلال العراق وتدميره. فضمن سياسة التخادم سمحت واشنطن لملال طهران بأخذ أدوار بشكل متباين وفي كثير من الأحيان بشكل مؤذ وفاضح، ومنها القيام بسلسلة من التدخلات غير المشروعة مثل التلاعب في الانتخابات ومساندة الميليشيات والتسلل إلى جميع محافظات البلاد. وفي الواقع فإن هدف ملال طهران من توغلها الموسع في العراق هو محاولة لاستمرار عدم الاستقرار ولزيادة فرصة خلق الفوضى في العراق بإنجاح أو إخفاق أي مسعى حتى ولو بشكل محدود بالانتقال السياسي. 20 سنة عجاف من عمر الاحتلال البغيض، زيادة المخاوف بأن نظام إيران الداعم الرئيس بعد أمريكا للعنف المناهض في العراق. كذلك أصبح واضحا أن إيران لم تكتفي بما تسببت به من كوارث في العراق، بل ذهبت لدعم وتسهيل حركة الجماعات المسلحة. إن الفكرة العامة المتمثلة في أن ملالي إيران مصممون على القضاء على أي استقرار للعراق إن وجد، وصياغة سياساته وسرقة ثرواته بشكل حاسم عن طريق استغلال الجوانب العقائدية الطائفية أو إرسال الملايين من مواطنيها لتوطينهم في العراق، والاستمرار بتأسيس حكومات دمى ذات ميول مماثلة ومذعنة لها، قد أصبحت مقبولة وأمرا واقعا في العراق وبقبول وإذعان من العالم العربي واستفادة الولايات المتحدة. إن نقطة الانطلاق لفهم التعاون والتخادم بين واشنطن والدور الموكل لنظام ملال إيران يجب أن تعتمد على تقييم صحيح لمصالحهما، وهذه المصالح أصبحت واضحة كالشمس التي لا تحجبها غرابيل الدعاية الأمريكية المضللة، وتتمثل أولوية واشنطن وطهران في الحيلولة دون ظهور العراق من جديد كتهديد لنظام إيران وأمن الكيان الصهيوني، سواء كان ذلك في شكل عسكري أو سياسي أو إيديولوجي. ومن صحيفة طريق الشعب نقرأ تقريرا بعنوان انتشار بيع الأدوية مجهولة المنشأ عبر الإنترنت. فقد انتشرت في المدة الأخيرة في العراق صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لبيع الأدوية يديرها صيادلة أو مضمدون أو حتى من غير ذوي الاختصاص، إذ تتداول تلك الصفحات علاجات مختلفة مجهولة المنشأ والمصدر تقوم ببيعها على المستهلك من دون وصفة طبية، في وقت تعاني فيه البلاد مشكلة دخول أدوية مهربة غير خاضعة للفحص. ومعلوم أن توزيع الأدوية منوط بالدولة حصرا عبر وزارة الصحة والصيدليات المركزية والصيدليات المجازة وفقا لمسالك توزيع منظمة، ولكن يبدو أن تراجع الرقابة وضعف القانون عززا تلك الظاهرة الخطيرة. في حين ذكر أيضا أن ارتفاع أسعار الأدوية في الصيدليات والمبالغة في أسعار كشف عيادات الأطباء الأهلية هي من أبرز الأسباب التي تدفع الناس إلى شراء الدواء عبر الإنترنت. وعلى استيراد الدواء من الخارج أكثر من 3 مليارات دولار سنويا، وتشكل الأدوية المستوردة النسبة الأكبر من الأدوية المتوفرة في المستشفيات والصيدليات الحكومية والخاصة، ويلجأ الكثيرون من العراقيين إلى شراء المستحضرات الطبية من خلال صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي نظراً لانخفاض أسعارها مقارنة بالصيدليات الأهلية التي تبالغ كثيراً في زيادة أسعار الدواء بالشكل الذي لا يناسب القدرة الشرائية للفقراء وذوي الدخل المحدود، وغالباً يجذب مروجو تلك الأدوية المواطنين من خلال وصف الدواء بأنه خارق للعادة ويعالج مرضاً مزمناً أو حالات مرضية مستعصية خلال فترة قصيرة، الأمر الذي يغريهم بشرائه مهما كان سعره. يؤكد اختصاصيون في المجال الطبي أن تداول الأدوية عبر الإنترنت يتسبب في كوارث صحية،
مبينين أنه لا توجد إحصائية دقيقة عن حجم تجارة الأدوية إلكترونيا باعتبارها تجارة لا تخضع للاقتصاد الرسمي وتنشط عبر طرق غير خاضعة للرقابة. وبشأن موقف الشعوب والأمة من غزة، كتب منير شفيق مقالا بموقع عربي 21، جاء فيه: يمكن التأكيد أن الملايين من الشعوب العربية والإسلامية استقبلت معركة طوفان الأقصى بالدعم والاعتزاز والحب والتأييد وحتى المبايعة والولاء. وأضاف الكاتب: على الرغم من الموقف الشعبي الفلسطيني والعربي والإسلامي والإنساني العام الذي اتسم بأعلى درجات الإيجابية من معركة طوفان الأقصى وتداعياتها من مقاومة وثبات شعبي في غزة، إلا أن عدداً من الكتاب اتجه إلى نقد موقف الأمة العربية والإسلامية في تحركها، سواء كان لنصرة المقاومة أم في الضغط لإيقاف إطلاق النار أم في التعبير عن الغضب في النزول إلى الشوارع لإيقاف المجزرة من تقتيل جماعي وتدمير في غزة. من الموقف الشعبي الفلسطيني والعربي والإسلامي والإنساني العام الذي اتسم بأعلى درجات الإيجابية من طوفان الأقصى وتداعياته من مقاومة وصمود شعبي في قطاع غزة، إلى أن عددا من الكتاب اتجه إلى نقد موقف الأمة العربية والإسلامية في تحركها، سواء أكان لنصرة المقاومة أو في الضغط لوقف إطلاق النار أم في التعبير عن الغضب في النزول إلى الشوارع. هذا الموقف من الأمة لا يميز بداية بين مشاعر الأمة ووعيها وموقفها من المقاومة وقيادتها، كما موقفها من الجرائم التي ترتكب بحقها من جهة وتحركها ونزولها إلى الشوارع من جهة أخرى. فطمس أو تجاهل البعد الأول ومن دون تقدير أهميته لحساب عدم التحرك والنزول للشارع يظلم الأمة، كما يضر بمعنويات المقاومة والشعب في قطاع غزة. فبدلا من أن يبرز موقف الالتفاف الشعبي المليوني الفلسطيني والعربي والإسلامي في تأييد المقاومة وقيادتها، تقدم صورة مشوهة لحقيقة وعي الأمة وشعوبها ومشاعرها وسياساتها ومواقفها تحت اتهامها بخذلان غزة وبالعجز والغثائية. وبلا مبالغة يمكن التأكيد أن الملايين من الشعوب العربية والإسلامية استقبلت طوفان الأقصى بالدعم والاعتزاز والحب والتأييد حتى المبايعة والولاء. ومن صحيفة العربي الجديد نقرأ مقالا للكاتب عمر كوش بعنوان: عن حلم الثورة السورية في 13 عاما. جاء فيه: انقضت 13 عاما على بدء ثورة السوريين ولم تكتمل، أو بالأحرى لم تحقق وعودها في الخلاص من نظام الأسد الاستبدادي، وفي تجسيد حلم سوريين كثيرين في العيش بكرامة وبناء سوريا أخرى تقوم على التداول السلمي للسلطة ودولة القانون والمواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان وصيانتها بمختلف أطيافهم الدينية والإثنية، فقد أجهض الحلم وبقيت الآمال معلقة إلى أجل آخر، إذ لا تزال فكرة الثورة تسكن وعي ناشطين سوريين كثيرين وبما يحولها إلى فكرة حية باحتلالها حيزا من وعيهم وتفكيرهم، وتنتظر تحقق كينونتها حتى تأتي لحظة الإمكان والتجسد على التربة السورية. لا تزال شخصية المحتج حية بعد مرور 13 عاما على الثورة، لأنها تحولت إلى شخصية مفهومية فيها بوصفها تمثل ذلك الإنسان الذي واجه جيش النظام وأجهزة أمنه وشبيحته، ليس من أجل الموت ولا حبا به، بل من أجل حياة تخلو من الاستبداد ينول فيها حريته وحقوقه، ويمكنه تحقيق تطلعاته وتطلعات من حوله في بناء وطن جديد. وإن كانت ثمة علاقة بين المحتج السوري وسلوكه الحياتي وبين الثورة التي خرج من أجلها، فإنها لم تأخذ شكل علاقة غيبية إلا حين ترك المجتمع الدولي السوريين يواجهون الموت وحدهم على يد قوات النظام، لأن الأنظمة المهيمنة على المجتمع الدولي تبني سياساتها على أساس مصالح النخب الحاكمة والمهيمنة على صنع القرار فيها،
وليس على أساس مصالح شعوبها التي ناصر سوادها الأعظم ثورة السوريين. ولعل انتكاس الثورة وتحولها إلى حالة كامنة بفعل عوامل عديدة أفضى إلى عدم قدرتها على الانتقال إلى مرحلة القوة والفعل، ومع ذلك لا تزال تنتظر لحظة انبلاج جديد. نشرت صحيفة الغارديان افتتاحية بشأن تعريف الحكومة البريطانية الجديد للتطرف، ذكرت فيها أنه مشكلة وليس الحل، وأضافت أن نهج الحكومة ليس جهدا جادا لمعالجة التطرف والكراهية، وتدفع الحكومة بالتعريف الجديد على أنه ضروري ولكن بطريقة متواضعة ومقيدة. وتحدث غوف عن 3 جماعات إسلامية وجماعتي يمين متطرف سيمنع التعامل معها بناء على التعريف الجديد، والتي لن تتعامل مع الحكومة في تمويلها أو تسمح لها باستخدام المقار العامة. وذكرت الصحيفة أيضاً أن حزب المحافظين يحاول تقديم نفسه على أنه حامل القيم الرئيسة والمدافع عنها، في وقت يعطي سياسته ملمح احترام للمشاعر المعادية للديمقراطية والداعية إلى الانقسام. عبر كل من المراجع القانونيين لقانون مكافحة الإرهاب جوناثان هول وسلفه ديفيد أندرسون عن مظاهر قلق من التعريف الواسع للتطرف. فعلى خلاف التعريف المعمول به منذ عام 2011، فالجديد يركز على الأفكار لا الأفعال، جاعلا من نشر أو الدعوة لإيديولوجية تقوم على العنف والكراهية وعدم التسامح، أو تهدف لتدمير حقوق الأساسية والحريات الآخرين، أو تقويض الديمقراطية ضمن التعريف الجديد. ويمكن للجماعات الاستئناف من خلال المحاكم. وحذر أسقف كانتربري ويورك من النص الجديد، وأنه يقوم بطريقة غير متناسبة باستهداف المجتمعات المسلمة ويهدد حرية التعبير والعبادة والاحتجاج السلمي. وتأتي الخطوة من حكومة تقوم بقمع الاحتجاجات أو على الأقل بعضها، في ظل رئيس وزراء زعم أن الديمقراطية باتت بيد الرعاع، فيما نزعت الشرعية عن التجمع السلمي والعصيان المدني. وهذه وقفة قصيرة مشاهدينا الكرام مع الرسوم الكاريكاتيرية. بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم غائبون لا صوت لهم، وبلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة. هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا، حتى استغاث منهم تراب الرافدين. لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيدة ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم. يواصل الفلسطينيون حياتهم اليومية في مدينة رفح جنوب غزة في ظروف صعبة وقاسية. المدينة التي تؤوي 1.5 مليون نازح لا تسلم من العدوان. ومع هذه الظروف يكافح الفلسطينيون للبقاء على قيد الحياة في خيام بدائية.
التصريحات الصادرة عن الأمم المتحدة تشير إلى وضع كارثي، وأكد مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في السكن أن الدمار في غزة غير مسبوق، وقد شمل 70% من المنازل وما يحدث يرقى إلى إبادة جماعية. وبحسب ما كشفته صحيفة فاينانشال تايمز في ديسمبر كانون لو الماضي، فقد دمر العدوان الصهيوني نحو 60% من المباني في شمال غزة، وهو ما يقارب الدمار الذي لحق بمدن ألمانية دمرها الحلفاء بين عامي 1943 و1945. ففي أثناء الحرب العالمية الثانية بلغ الدمار نحو 59% في دريسدن ونحو 61% في كولونيا، في حين تجاوزت نسبة الدمار في بعض مناطق غزة 70% لتقارب نسب دمار مدينة هامبورغ التي بلغت 75%. الآن نتابع مشاهدينا الكرام المقطع المصور الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. الضربة نزلت تحت الردم، كل الأحجار صار فوقية، كمان صار ينزل أحجار بالنص ساعة، صار ينزل أحجار كمان قوية، إلا لما نطلع إيدي أنا بعديها بدخلها خلص، إذا بصير إيدي أنا بدخلها بعديها بطلعها شوي شوية، لما إيدي بس تكون طرفها بس اللي مبين، بس هذا اللي بكون مبينه، بس هي الكل مبينة، في شيء غيرها مبينة. كشفوها الناس طلعوني. صار معنا بالضبط انه الساعة 2 الفجر قبل 6 أيام تقريبا تم استهداف منزل دار اختي بصاروخين، تم استشهاد والد يحيى ووالدته واخوته وخواته ودرسيده واخواله وخالاته واولاد اخواله واولاد خالاته كلهم، يعني ما ضل حدا في العيلة، 32 شخص من العائلة تم استهدافهم واستشهدوا بشكل كامل، حتى كثر يعني الهواية الافراد الشهداء اللي اجوا عندنا على المستشفى ما قدرناش نتعرف عليهم، يعني اشلاء مقطعين. بهذا تنتهي مشاهدينا الكرام جولتنا الصحفية في صدى الأقلام، السلام عليكم.